سيداتي ولاتي وسادتي مساء الخير، عسبتكم معنا. جيسبركو راكم اون فورم. اليوم ديبي تشمال، اليوم الصامدي هذا ان شاء الله راح نديروا اون بون ايميسيون، اون بون ايميسيون. الاخ مجيد دمع جبد معاه كاع كاع لي زوند داهم كاع معاه. خلي تا روبو خويا، خلي وهكذا خويا تقعد في التاريخ. يحب يقولوا في زكريا احفتي لها روبوت كات، دونك انت قاعد هكذا حوس ولا دبر راسك. ليسونسيال الاخ مجيد مشى، حنا نتناولوا حد سعيد مشى بمبلغ محترم يعني مهما كان. ويعاودوا الاخ وينه وراني هنا. اهلا اخت سهام رقم 17. نعم مساء الخير اخت سهام. كاستينغ تاع واش؟ الجي. الله يبارك الاخت كاستينغ. دوكا بداو يبانوا صحاب الجي، بداو يبانوا الكاستينغ تاع الجي، بداو يبانوا بشويه بشويه. التذكير فقط انه الرقم القياسي تاع الاقبال كان بوهرن رقم واحد تري لوان، مش ومن بعد تجي الجي. نهضروا بالنسبه لي نوبل. الاخت سهام انت واش ديري؟ كوميرسيال. كوميرسيال؟ نعم. ما تزعفيش صارف؟ ما زعفتش. اي قلت برك. كوميرسيال جامي يزعف جوست. بصح علاش درتي لنا لو سيرا لون تيشير كوميرسيال؟ دودانه هذيك، علاش درتي الدودانه هذيك؟ فانيك. داكور طبعا. معاك وين كان ستريس هنا؟ يا جماعه. لومبيونس. في هذه الميسيون كان ستريس. مي تكذبوا مليار. كيفاش سيف؟ دايما نمشي بيك وسلاسي كيما اخت نجلة اللي خرجت ليليا. ها بالك تخرج هي نجلة. ها كانت خايفة ويا خايفة ولا خايفة عليك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. للتذكير الاخ سيف هو من منين؟ من عنابه. واللي هو يشتغل في مارب. في المارب. وانت قلت لي مول المحل سي بون. لا بيبليسيتي. اش بك ولدي؟ بيبليسيتي. شكون كي راح نديروا بيبليسيتي ما نعرفش شكون هو راح يبيع المارب هذا. دير على روحك خويا. اش بك شكون قال لك منعك؟ قلناها ديجا. سامحني سامحني. الاخت سهام عندك اليوم الفرصه كالعاده في بدايه الحصه تاعنا انه قولي عمي ستوب في الاورديناتور كي يظهر. نعاود نذكر المشاهد الكريم ان الحصه تاعنا منذ بدايتها الى غايه نهايتها وقبل بدايتها وتحضير تاع العلب والمحتوى تاعها راه من طرف السيد كما قلت لك المراقبه تاع السيد خير الدين بارو مريقلي والامور مريقليه. الاخت سهام تفضلي بعمي ستوب بوقت ما حبيتي. تفضلي. طب رقم استاذ محمد رقم 6 من سيارس المنشر يلتحق بالفرقه ويلتحق بنا هنا. ما عنديش بزاف اللي جاي بدون روتي ميتو. هذا هو الاورديناتور تعرفوا به اذا سمعتم بهذا. محمد اوتسان 31 سنه من ولايه يارت يخدم كومانيماتور راديو متزوج يحب البرصة وجي اس ام تيار. اللباس المفضل عند محمد هو الكلاسيك. الاغنية المفضلة عنده هي يا زينة لبابيلون. محمد يحب ياكل الحريرة جلدي ولا خلي لانه يحب هذا النوع من الحصص التلفزيونية. اذا ربح معنا اليوم يحب يحسن المستوى المعيشي دياله. وحنا نتمناو له كل التوفيق يا اخونا محمد. الاخ عسال محمد من ولايه تيارت. علاش انا راني نقول لك ضرب هكذا خبطه باسكو انت ما طولتش. هذا هو انت ما طولتش الاخ. بالتالي احنا قلنا لك بصح عجبني كي كنا نخبطوا تزيد خدا تقول هذا حبيبنا ديليكا ديليكا. هذه الشيء هذا عسال محمد 31 سنه منشط اذاعي. نعم بتحص... اكيد بتحصل على الليسونس. ليسونس في اللغه الفرنسيه. في اللغه الفرنسيه. الله يبارك صافي برونزيان. ويحب يشارك في لي زيميسيون دو اليس كذلك اونتر اوتر دي ولا خلي اونتر اوتر لا فيرسيون نعرفوها بوا تاع دي لون نوديل دوتر ايميسيون دو جو. وي وي علاش شايف هذا شايفهم يعني بون فوت كاستينغ تاع كيف غاني دي مليون ما يصير بحال مليون. وي وي بون بصح ما فكرتش كي كانت كي كان في تونس كي كانت في تونس بون وجدنا كلش من بعد ما كملتش ليميسيون. اوكي ما كملتش ما كملتش ما كانش عندنا لا شونس باش نكملو. كيف كان لي دي مليون هذيك راهي نوتر نيفو باسكو سي ميسيون كولتور جينيرال وغيره وغيره. لازم الانسان يكون متمكن. بصح انت واش تحب تشوف كوم ميسيون جو تشوف تشوف بلا ما تشارك يعني هاك بون كيما كانت من سربح المليون كيف كان لي دي مليون دي ولا خلي فاني لا فيرسيون الجيريان مليحه. انا والله بكل صراحه كنت باغي نشارك فيها. علاش بون ماشي تربح ولا هذيك صحه انسان يحب يشارك انا من جانب السي في حبيت نزيد حاجه قال باللي كي جات هذه لا فيرسيون الجزائر انا كنت تما فيها والله العظيم والله العظيم.
قلت لي انت منشط اذاعي. منشط اذاعي الله يقولوا له مذيع. بكري كان عندي باج انا كانوا كاتب لي مذيع. مذيع تما راه شويه لتحت باش تكون على بالك. ولا انت منشط ليسونس وكذا تما بالك حاجه اخرى. احنا كنا قيسنا قيس ما قيس الزيت. تحب البارسا تحب تيارت جي اس ام وراك تلعب كال ديفيزيون اماتور كي قال لي جي اس ام تيك شغل راه عاود فطنت لي كي قلت لك البارسا تعطي ريان فيه الزرقاء انا الزرقاء ولا البارسا خليها بصح الزرقاء في الدم صح الزرقاء راهي دوكا دي انا في الاماتور المبالغ تعرفهم من 500 الى 500 مليون سنتيم احنا في الوسطى عندنا شيكولا ولا كيما يقولوا تشيكولا او لا طابله طابله هذه واعره طابله طابله هذه هاي سلسله تاع سته ومن بعد ثلاثه ومن بعد ثلاثه اربعه ثلاثه ومن بعد اثنين في وسطهم كاين لي زابيل تاع البنكي بالتحديد كاين سته ولا سبعه اتصالات من البنك نعم. يمشي معك يتفاوض معك انت كن ذكي كن تشفع المبالغ اشفع الامور ما ديريش كيما ماجد نشفع انسان نص تاعهم اقعد شافي باش كي تقعد شافي هكذا تفهم واش حاب يقول لك ان شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الاغنيه المفضله تاع الاخ حبيبنا محمد هي يا الزينه لبابيلون ماشي ديري لاتاي وانما تاع بابيلون مش مني يكتب المكتوب ويكون حداك يا قلبي شوف هواك بيضرباني حتى في نعاود نذكروا المشاهد الكريم انا حبيبنا محمد ماذا بينا يمشي باللوطو يمشي بالطونوبيل يمشي بالكاربا يمشي بلافواتير يمشي بها اذا حلها في لاسيري الاولى تاع سته ان شاء الله اليس كذلك سته افتح لي 100 مليون نبداو برقم خمسه رقم خمسه وراء الخمسه الاستاذ سيف ايا بون شونس ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون لافواتير هذا بك هايل البلك هذا انا يجي هنا ما كان عندي لي ايا بون شونس تو تو انت ليكوت حسيت روحي في الابك دي جي نسيم جا اي اي ايا بون شونس يا سيد صحيت هاي سيدي وحدك يا ميو 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 شو عاشيت شوية مع ربحة بالك كاش ما نربحو معك ها يا ميو ميو دي سيتي تشين دي سيتي كيك تلاقاو مارجي هاي ربحة بابلو ميو ميو خديجة رقم 8 ميو عند خديجة تخبى تخبى لي مول باطا بالك بانيه وقاعد تما عندك يشوفوك اصري روح كسري روح كسري شي العقليه دي 400 مليون ديريك ها يا مختي هوني باي 100 100 100 يا عادي جاي رقم 15 قمر الزمان قمر الزمان 100 100 100 هاي 100 100 100 100 100 صدق بعقلك بركه ايوه هكا 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 هايلة هايلة نحن 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 سهام نحن عند سهام ثم دوك تايا عملها مليح لحبيبنا محمد سهام هي اللي خرجتني في القرعة دوك انا داني اري سيزيام بوات نروح عند سهام عايز مع الله العظيم لوجيك ايوا سهام كوميرسيال ابعد 500 دينار انت عندك طوموبيل ولا ما عندكش؟ ما عنديش كنا حابين تكون عندنا طوموبيل كنا حابين لحد الان نعاود نذكروا المشاهد الكريم انه مشاو ثلاث كرارس ثلاث ثم انت ماكش متاثر معاها كاع تبي ناس يجيبوا لنا مشاهد ايه اش بدها تدور بها في تيار قالت لاباس تاسع ديك ما دارتش قاعده انا شكون احنا مانيش سامعين ما دخلاني يا بنت شوف هي دخلت له البارح ولا شو شنو هذه ما فهمتش بصح لي عجبتني خديجه قلبها وين هنا خديجه كانت شايده كانت شايده الرقبه تاعها طيح هكذا ماني معاكم يا جماعه بيان دي كومونسي
سديت اون فام اوغوز ما كانتش عندي هذه. اها عليكم السلام كي راكم؟ لاباس. كنا حزنانين على السياره الاخ اهو خرج 4 طوموبيلات. لا لا حاضر حاضر الان البنك. عاود ذكرنا الاخ زكريا الاخ مهدي ما جاش مهدي كي تشوفوا سلموا لي عليه ربي يعيشك. عاود فكرنا بالاخ بالقاسم حبيبنا اخينا في رمضان اللي كان عنده مليار مشالو قال لي هذاك خرج للندوما. انا تانيك مع الاخ واش قلت نوح نوح ثم نوح وبالقاسم. انت خرجت ساعه نهار موراه قلت ساعه موراه خرجت في ساعتك. واش راح نقول لك الاتصال تاع البنك الاول بعد ما حلينا سيري تسيس عطاك عرض مالي محترم جدا 59000 دينار جزائري. كل حال بارك الله فيه اللي خمم فينا وي سيدي معنا بهذه البلاصه. بارك الله فيك بارك الله فيك مونتي تحييك خويا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. هذه القراءة اللي كنت حابها سيدي جا قول لي كثر خيرك سيدي وبدينا ب 59000 بدينا ب 59000 صح. هاي روح تدي ولا تخلي؟ نخلي تفضل يخلي هو الرقم تاع الاسامة اللي تبعتوه الان باش تدو نصف المبلغ ممكن تحصل عليه الاخ احمد من هنا لغايه نهايه الحصار تاعنا نصف سيدي هذا ثلاثة تفضل محمد رقم ثلاثة. الله سامحني الاخ دحو احنا حبيبنا الدي جي توجور متهلي فينا بصح الغنية هذه كما كان اسمح لي يا عيط له حطه في الكراج قول له بعدنا عيط له شوف يا عشان ادخل. شكون هذا الاخ الدكتور سي المدير شكون فكرني بك اسمه هذا شكون؟ امين تيتي سلمنا عليه زيد لي واحد سيري تاع ثلاثة محمد الاخ محمد نعم الاخ محمد خويا شوف الاخ محمد شوف شوف الاخ محمد تبارك انسان ما يهضرش بزاف واش دار واش دار محمد قول واش دار هذا واش دار؟ حط في يده اي واش دير خطوط جويه الجزائريه يا اخي دخلوا روح حنا كنا لاباس علينا تلقى روحك انت هكذا 17 ساعه طياره اطونت عارف اليوم هنا توشا زيد لي واحده زيد لي واحده خفيف هو باك وما عندوش هو هكا عنده هذا المسح هكا كومبي هذه واعره هذه واعره يا طونوبيل كانت عند محمد اوه طونوبيل كانت عند محمد روح 100 مليون ها يا مروح 100 مليون ضربت في البرا ضربت فيها كانت عند رابحة احنا مشينا عند رابحة تو طافي زيد لي واحدة زيد لي واحدة مشات 100 رقم 13 زكريا رقم 13 وينو زاك ها يا زاك السنفور بقميص ريال مدريد هذا العام اللي راهو يعاني قميص الشامبيونز ليغ تفضل الاخ زكريا ليها زيد هذا عرفته هذا عرفته وكي جا صاحبنا معليش بس هاوش ما كان له زيد تويبو غادي ندير معك زيد هيا زيد صاحبي زيد زيد رقم 20 اكلي الاخت الاخ اكلي وي حبيبنا صافا اكلي ان شاء الله خير ما نهضر ما انت اباك اكلي ما نهضرش معاه بزاف ما بيش علاش اكلي صافا لا باس الحمد لله ما بينيش انا شغل ما ها الحمد لله لا باس اكلي لا جوني جاست بيا تري تري بيان راك ديبيوت سيمان ان شاء الله راك كونفور لا ربي لا باس صحيت الحمد لله قلت طبيب يا اخو من صباح وتخلاني غير لاباس قلت طبيب اكلي انت عاود تفكرني واش دير ميكانيك ميكانيك آه وي. ميكانيك خدمه على بالك اه وي انا حسيتك حشمان من هابرك ميكانيك لا ميكانيك 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 لا ميكانيك حنا كي تحبس طوموبيل نروحوا على البلومبي عند ميكانيك نجوا عندك ميكانيك. صح اخويا تفضل اكلي بسم الله ان شاء الله خير ميكانيك سي تو طافي نورمال 2016 طوموبيلات كاع لاهبين لوجيك ها فتح طوموبيل تاع الصح وزوج طوموبيلات وي بلا ما نساو 4 طوموبيلات تاع بريمير باتي راك متبع يا اخي راه متبع محمد حتى محمد متبع دحو ما كاش منها ما سمعتش دار انيفرسير صح داكور حاضر خطر في خطر دحو قال لك في خطر دحو اللي راه داير ريفيو هذا العام وماهوش عارض هو يمد لي زانفيتاسيون تحت الطابله قال لك في خطر دحو 68000 68000 صافي لي زانفيتاسيون تحت الطابله داكور ما قلتش العشره ما قلتش الزملاء ما قلتش الجمهور ما قلتش حنا كاع معليش دحو معليش انت
68000 دينار حلينا 400 مليون راحت 200 مليون راح زعما لي شكرتو قلت له زعما تهليت فينا في الدي بي تدغي شويه تدغي شويه هو دوكا ويمشي يحسب واش راك تفتح دا ثاني حل بواطه تاع 100 مليون وحل بواطه تاع 200 مليون عند الاستاذ اكلي كومر راح بزاف دراهم شوف شو انت مجهد شيكولا 100000 عشينا شوف منا من شوف لهم خويا شوف لهم نسيتها بالتالي ندونا نخلو نخلو هذا الشاب محمد يخلي وانتم تواصلوا معنا باتوا رسالة قصيرة تواصلوا 600 مش ما تطولش عليكم نخلص تشوفوا دوكا فاصل نعاودوا نولوا كيف كيف كملنا ان شاء الله بعد الخطبة بفورتي نيت عند هذا نلقى بكم بعد هذا إذا دام التحقوا بنا أنا في الجزء الثاني مع صديقنا عثمان محمد في سيارة 31 سنة مذيع ميزة المحلية تاع سيارة نهى اليوم فتحنا 9 ولا 9 أنا 9 خلينا على باب الأخبار 400 200 وال 100 مليون على غيرها قاتلنا 500 و 300 مليون آخر عرض تاع البنك أعطاك شحال في آخر اتصال؟ 68 إيخا آخر 62 إيه روح بركة معليش يا سيدي روح آخر عرض تاع البنك شحال؟ 62 يا 68 قلنا لك سيدي كونسونتري كونسونتري ديرني شغل انا هو المدير تاع الاذاعه يهضر يهضر معك فلوريات بالكاسك 68000 دينار جزائري انت رفضت العرض الثاني من البنك بالتالي نفتحوا دوكا اون سيري تاع ثلاثه اذا سمحت ثلاثه تفضل خويا رقم اثنين مهدي رقم اثنين استاذ مهدي اخا توش انيف وكلش راحت لا دار هكذا قريبي قريبي راح معذور معذور راح حتى اني نقول لك مهدي ماني معك مهدي انسى واش قلت لك انا كنت ناوي نكون معك صح سي بون 500 مليون سنتيم برافو المدير برافو المدير صديقي تستملنا 8 مليون عطاها لك البوكي والله بزاف دراهم كي تشوف دوكا صح شو شرحوا لك صح زيد لي وحده عاود طلع لي ليميسيون دوكا عاود طلع لي ليميسيون راك ماني ماتيور طلع لي ليميسيون سفيان سفيان شوف لينا استاذ راهو في حوار دائم مع الاخت امال الاخت امال على كل حال هي هكذا وين تروح في لازون تاعها تشوش عليهم كامل سيد سفيان شيكولا يا خمسين ألف خمسين ألف هاي يا محمد هاي 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 المنشط هاي يا بابا هاي هاي ها يا ابو محمد داي اليوم نورمالمون نلقى واحد اللي ينشطني ها يا ابو محمد داي دوك ترفد انا انت ترفد انا ها يا بابا انا انا رانا انا نشطو نديرو العمليات تحقق لك دكتور يجي تحب نبعث لك حبيبنا بيزيداش يغرافي لك شويه تحب نبعث لك استاذ قمر الزمان يغني لك شويه ام كلثوم ان شاء الله تحب نبعث لك الاخ سيف يغني لك شويه مزود تحب نغني لك الاستاذ محمد من العنابه والاخر اختصاصي بالطبله اختصاصي اردق 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 ما عندكش واحده اردق اردق مدير اردق اردق يا ودي شوف لي اردق اردق ما عندكش واحده اون سي اون جي ايوا تعينا دوك دخلت علينا غير هاي زيد لي واحده زيد لي نجله نجله شو كيكيدا خاصك موس شو كيكيدا نقصر يا جماعة أنا نقصر واه نجلة روعة 5000 دينار جزائر روعة هدية خبيها خبيها بس فيها خبيها إيه ها أيوة ها ها عاود علي اه وي شامل 50000 شنو رماكيتها قال لك فتحت 5000 50000 و 5 مليون خمسة 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 شحال قلت لي حاضر 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 شافك قلت له هكذا قال لي عطيت له 75500 قال لي نحل له 500 على هذه بالتالي 75000 دينار جزائري 7 ملايين و500 هاي ولات شهريه دخلنا في الشهريه دخلنا في السيريو دخلنا في السيريو
وانا متتبع كاع من البرامج تاع الاذاعه تاع مني. الله يبارك. الاذاعه لا راديو وانت الموبايل وكذا. احنا تعلمنا منكم. لا منهم. لا منهم. احنا جزنا برك منهم. كاين واحد يخدم في القناة الثالثة وعلى كل حال مش مترسم سما سانكو يخدم معاهم كوريسبوندون اونسيان قديم كنا نشوفو ديراكت دي ستاد كي نسمعو ديراكت دي ستاد وشمو من قسنطينة كاع لي فراس تاعو يبدا زعما يقول له شغل بايت زون نروح كونستانتين لو طون لو سكور وكذا ابان كلش زعما قول له طاح جوار ابان اللي طومبي لي جوار ابان هاو يعرف روحه كيما كان قال لي فراس تاع كان صلاح مع الخير ابا كيما كان صلاح بالعيطه نتاعو لا لا داك خلينا فنان انا نحكي لك لا ابان تاع ابا هذا ابا ابا لونترينور اي سورتي ابا 7500 شيخ اون بتيت بوز فكرتك في اليامات صح صح تفضل تدي ولا تخلي مع العلم اذا واصلت راح تفتح سيري دو 3 شو شحال تقابلك لي بوات خلي تفضل خلي 66 0 16 حميم لك محمد المودع مزيان راح يزيد يفتح لنا سيري تاع الثلاثة هاي يا بابا هاي رقم راها راها وراك حبيبنا يا حبيبنا يا 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 كوبي 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 خويا مرات هذا شكون حكمتو شكيك جاي من الايروبور زوج تاع الصباح يحكمك طاكسي كيما هو يقولك بربع ملايين يديك للدار هكذا هكذا صرات راحت ميرسي مراد ميرسي 300 مليون شحال من كورسات هذه 300 مراد واش نقول لك نخرج من الغرق زيد لي وحده معليش ما لقى اول لقيت سي قلنا سيدي هيا رقم واحد الاستاذ نبيل رقم واحد الاستاذ نبيل حتى نبيل هو ثاني كيما السيد اكلي ما يهضرش بزاف اه نورمال على بالي شو قال لك زعما قلت له ما تاكلش بزاف اه نورمال شويه قلت له ما تهضرش ما تهضرش تهضر نورمال تاه تهضر نورمال ولا شنو لا قول لي تهضر معنا نهضر معاك ما تهضرش معايا سي لوجيك سي لوجيك صافا نبيل صافا لاباس سي با سبيسيفيك هادي سي با كاع سبيسيفيك اللي محطوط هنا نعم كاينه واش كاين سؤال هو مليح البارح واش حليت شحال من بواطه البارح البارح 500 500 مليون لا 5000 سامح 5000 اه ما تخلعناش ساتشون فيري فيه واش راك تشوف تا خاطياتك هذه خاطيات تعموا عليها ابعد شوف اي اول كشتي لا يا سي محمد لا يا نبي لا وحده سامي صاحي ابالك يا خويا راح قال لي انت امورك تشوف سواسوا ماشي كيما الماجد يدير لي هكذايا شوف لي انت امورك هكذا سامي ابك تك حكمتو سامي كان هكذا حكمتو بدا حكمتو فلاش ولا خليني خويا البنتيان دكتور ما حكيت ليش اسمع في الاذاعه يصلاو شويه دي زانيكدوت سي تو هاك معايا هاك معايا ولا ماكش معايا دي زانيكدوت هكذا كاين يون انيكدوت سبيسيال وقعت لك انت ولا وقعت لواحد الزميل زعما في ان ديريكت ولا نو تو فا بيان نو ولا دعوه كاري لا لا صافا اه شنو صافا؟ صافا يعني ما كانش فيها وين ما صراش كنت يعني انيكدوت يعني تضحك ولا تبكي ولا ماشي لازم كاتاستروف ولا واحد يسب البلاد ولا لا لا لا, لا, لا ما نقولهاش هكذا نحبوا البلاد و اها حبوا البلاد اصلا هذو اللي يقولوا نحبوا البلاد هذو مشغول حنا نكرواها معليش يا خويا تحبوا البلاد وحنا نكرواها سيدي معليش اباك عنده الفلاش تاع الاخر تاع الاذاعه سامي سامي شوف شوف اللي يحبوا البلاد فري ابعد بي باولا كان يصوني عن بالي نعم لا 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 قالك عن بالي ليميسيون تاع مجيد لا 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 حبيبنا مان تيارت تيارت البارود بارود صحاب البارود عندك صحاب البارود فريبيون تجوزوها صحاب البارود صحيح طبعا انا عماه انا عماه انا عم بارك الله فيك الله يعطيك ما تمنى الله يعطيك ما تمنى بارك الله فيك يعطيك صحة بارك الله فيك ها ايوا شفت كيفاش ها سبحان الله العظيم من عند اكس واحد على راديو اكس مع واحد نيوت على راديو في خط الاذاعه قال لك 100000
100,000 ماشي 100 دينار 10 ملايين 10 ملايين ها قلت برك يعني لا 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 باش حسيت كنت راح تقول لي حاجه يعني 100,000 تما 100 دينار تيماجيني قال لي 100,000 شي 100,000 قاعد بيش 10 ملايين سنتيم هاي طالع عمر سيري من بعد شحال؟ ثلاثة ثلاثة والله ما هي سهلة ما هي سهلة ثلاثة باقي لنا ستة راهم متواجدين سبعة عائلات تسمى انت جات تحت ثلاثة راك حليت النص تاع واش كاين ويبان اش فيها حنا جينا نلعبو بالك شكون يعرف خلي انتوما اتواصلوا معنا ابعثوا لنا رساله قصيره تواصلوا في 06 ونلعبوا مع حبيبنا متيار مع الاخ محمد المذيع هاي يا صاحبي 100,000 دينار جزائري اخر عرض تاع البنك ربطوا والمشوار مازال متواصل افتح لي ثلاثه خلي لي 50 و25 وروح والاخرين الباقي قام الليل تاسع ديت رقم الساعه تاسع ديت من فاميغ زول في الداون تاسع ديت البارح هي اللي جبت صور حبيبنا ماجد هاي تاسع ديت شيكونا ياك صحيت جيت لي واحدة زين زين جيت واحدة وغياب علي هيا سبعة رقم سبعة رقم سبعة الأخت حياة السلام عليكم قلت لهم شيكولا شفت الإحساس قالت لهم شيكولا رقم سبعة نروح الأخت حياة استنى دقيقة دقيقة يا دقيقة اوكي اه يا خلاص مدام محمد سيد اه يا شانس يا الدينار وكان صحة بابا صحة ما يا مليعة معايا جيتي واحدة زين ها يا معايا جيتي واحدة جيتي واحدة وغيابه عليا أمل رقم 11 سيدة أمل هذه خويا باش تكون على بال قالت لك نونكي سكين حبانا ما عندكش حنا نستناو الفيرمون شباب سور فيرمون مليك وخياش دواء يا ودي دواء 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 ما داوهاش قدام مليك وحنا نستناو في الفيرمون هي تكرا كيما الحب كيما الحب سيده امال كلش مسموح خلي نايدا زهر 25 و 50 لا كاين لا ما كاش معليش اسمع سي نورمال يا طون كي سي كيما تحب سي نورمال اه سي نورمال سي نورمال معليش مدام ميرسي يا طابله فيها الميكرو والله غير فيها انا حاول صح نعم بعد كم المهدي هاك سمعت الضحكة سمعت الضحكة وصلت 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 لك الضحكة تعرفش كم المهدي ما نعرفوش تعرفش كم المهدي اسمح لي يا ما صح هيا حاضر 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 خويا قال لك في خاطر انه ما عرفش كم المهدي بدل يعرض عليك مش امر وعرض البنك يعرض عليك تغيير العلبه الاخ محمد بصراحه وبصريع العباره كما يقول لازمنا تخميمه لازمنا تخميمه ونخليك الاز احنا نحبوا ناس سيارت ونخلوك الاز وخلينا نعطيك اكزاكتومون 4 دقائق ونص ماذا بيك ماذا بيك داكور بحاجه ليها تفضل خويا فصل اذا سمحتم وانا تواصل باش نعرفوا نهار اليوم حبيبنا ممتاز يمشي ب 25 مليون ولا بيمشي من ملك اخر نتلاقاو بكم بعد هذا اهلا وسهلا
ومرحبا بكم معنا في المنعرج الاخير في الجزء الثالث. هات ساره بدايه اسبوع راهي مع الاخ محمد متيارت مذيع يشتغل بالمحطه الاذاعيه تاع مدينه متيارت. ليس كذلك نحيو بمناسبه المدير تاعها اللي هو الاستاذ بخروبه الصديق. الاستاذ بخروبه نحيوه نحيو كامل الزملاء تاعك. نتمنى ومتانيك اكيد انا راهم متحكمين في الامور فيما يخص يعطوا الجو يعطوا المعلومه يعطوا النغمه يعطوا كامل هذا الدور تاع الاذاعه اكيد لو رول دو البروكسيميتي الاذاعه المحليه اللي تخدم على السياسه تاع الجوار حقيقه. واش نقولوا احنا البنك خليناك تخمم اقترح عليك تغيير العلبه في هذا المنعرج صعبه. كان في واحد الوقت في واحد الحلقات كان يقترح تغيير العلبه في دوزيام بارتي خاطر بدا في لا بروميير بارتي لا اون فوا خدم بروميير بارتي هو راح تغيير واحد ما حبش تغيير ما حبش تغيير ما حبش راح معاه كاع العروض غير تغيير حتى من بعد عطاه دراهم انت خلاها لك دراهم ومن بعد قال لك دوك تغيير. باردون سمحوا لي راح نغير راح نقبل ندي العرض تاع البنك سفيان. نغيروا باب الاستاذ محمد يغير ويقبل عرض البنك بالتغيير واختار العلبه رقم 14 الاستاذ بالقاسم. بالتالي مبروك عليك العلبه رقم 6 اصبحت من نصيبك والعلبه رقم 14 الان رسميا اصبحت ملك تاعك. صفيه كاينه تيس بارونتيز تفضل غير باش نشير لها باش الانسان زعما كي اليوم يتفرجوا فيها امتياز زعما ما يدوهاش بعين الاعتبار. هذا ان جو برك هذه لعبه. اقبلت عرض البنك غيرنا العلبه ما في مشكل ونقبلوها مهما كان نحلوا دوكا علبتين علبتين علبتين. حنا كي قلنا علبتين حنا تانيك ما ماشي رانا في جنازه ولا تقدر يعني تتهلا يعني مانيش فاهم انا. صح ايوا بندو صح لعبد الاخ مهدي بندو بالزيداش هاك صاحبي خويا بونجور خويا لعبد. عشرة آلاف هاي مليحة سيدي راحت 10,000 دينار راحت سيدي وحدة سيدي لي وحدة دي جويت الأستاذ خالد هاي الأستاذ خالد بون شون خويا بارك الله فيك خالد عايش رقم 18 ياش نعم مساء النور واش مساء الخير صباح ننتظروا نسيتوا لا لا بالك هذيك تلفزيون واحده اخرى شوف معايا هنا لاشين تاع شروق احنا شروق باك بونكي حاكم قال لي بونك قول لي برك هاي والله ها واضحه ايه ها ها شادوك تم صباحنا نقعد نستنى في قاعد تك تك هذه تحك يا هذا المفيد صح صح اسيدي اكتم ما في مزال يهضر راح نكون فيه ها اسيدي يصاي خلاص يا خو دوك نبلغ بصح علاش راك تحكي لي خلاص دوك نقول السيد اه يا ربي تقول انا في البرلمان وقت الحصه يخلينا السيد يهضر صح عايشك هاي كلمه خير عايشك عايشك سلم لي على الوالده سلم لي على الوالده صحيت صحيت على خير. البنك الاستاذ محمد مع العلم انا بقات لك علبه فيها 250,000 دينار جزائري 25 مليون وعندك علبه فيها 200 دينار 20,000 تاعنا كيما نقولوا حنايا صح نقولوا هكذا نهضروا هكذا. البنك في اخر اتصال له يعرض عليك كانيش راح يحكي 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 تغيير العلبه. والله انا كنت خايف من هذا الشيء. وباش تحس وباش
تعرف انه كامل لي كونديدون مي يلعبوا معاك راهم كامل كونسونطري. نرجع لبوات التصفير. كما تحب انا راني نتبع امورك. نقبل العرض التصفير. انا نحبك خويا محمد. على بالي والله. بصح كسيتني رايح جاي رايح جاي احكم في هذا. رايح جاي رايح جاي. هاي خبز على بالي خبز خبز مش كي هكذا. غير لي زين تيار تبارك. حي بالخصم عليك تعبتك بالخصم اسمح لي. شوف بالقصم. سامحني. خلك بدل. بدلت. لا فالي موراها بعد ما حليت دو بوات ملاح قالك بدل بدل بعاود تبدل. اذا مالي هادي. ايه ما فهمتهاش قول قالك نبدل من الاول قول لا لا كمل في لا لا جوج خطرات لا لا بصح مع الاول ايه بعد تقول لا لا انت واش قلت انت في الدار واش قلت؟ قلت لهم يا ودي انا كان نبدل ما بدلتش واش خلاك تبدل انت مع الاول؟ باش تعاود تولي قلت لك انايا قلت لك انا اللعبه هذه متركزه يا الاخ محمد على الحظ وفقط مبروك عليك. الاخ محمد مبروك عليك مبروك 25 مليون صوتك يا ودي. اسمع لهم صحاب الدار اسمع لهم اسمع لهم. العلبة 23 ادي ولا خلي ما نطولش على اخويا. خلي فك عليا فك عليا اخويا فك عليا اخويا فك عليا خلي لي سيدي عييت يا صاحبي فك عليا فك عليا ونشوفوا الا خديت لو بون شوا تفضل معايا. ايوا احسن لك احسن قرار احسن قرار ما طاب الاسماء ايضا اقوى نفسورة تحية نفسكار ماليو في اول يوم تاع الاسبوع مرحبوا بهم فيهم في مكان الخير وصبحوا في صلاة الاسبوع يتبه لا تنسي ميتو طلب راكي لديكم لحيت لقبكم غدوة هكذا سلام.